فيديو جديد بأداء محترم. 3-3 50,000 خريطة ولد فليم، ورجاء عندي أمنية أنه نوصل هالفيديو ل 150 لايك، وإذا وصل ل 150 لايك رح انشر الجزء الثاني من هاي المعركة. أول لاعب باللون الأزرق جازا بجيش الجي ال اي ديموليشن، وحليفه أوكسيجين باللون الأخضر جيش اليو اس اي اير فورس، وحليفه مزاجي جي تي باللون الصيان جيش الجي ال اي جي ال اي يو اس اي اير فورس وجي ال اي ديموليشن، ومن الطرف الآخر اللاعب باللون الأصفر هيفي بالجيش الصيني، وحليفه اكسو باللون الوردي تشاينا انفنتري، واخيرا وليس اخرا اللاعب هانيبال باللون الاحمر يو اس اي اير فورس. هذا اللاعب خطير جدا على فكره، هانيبال واختصاص تواليت فليم. اعتقد راح يصير في مذابح ما بين اكسو بجيش تشاينا انفنتري واوكسجين بجيش اليو اس اي اير فورس، يعني لك ان تتخيل حجم هذا الدمار. طبعا هذا الجيم يعني بريك من جيمات بطولة جنرال زيرو اور بالعربي، ما بدي يصير فيه ملل كل يوم انشر جيم من البطولة، لا خلونا ننوع شوي. خلي جيم اليوم تواليت فليم 50,000 جازا 1-2-3-4 وور فاكتوريز مع نفق لنقل الجيوش، انفاق بالمنتصف، هيفي من الطرف الاخر حلو كتير، 5 مطارات راح يطلع طيران مع 1 وور فاكتوري. طيب ومن الطرف الاخر اكسو لعب افتتاحية خاصة بتشانا انفنتري، 2 باراكس و1 طيران و1 وور فاكتوري. طيب من الطرف الاخر هانيبال 1-2-3-4 وور فاكتوري. في شوية لاج بالريبلاي، ما بعرف ليش بهالاعادة بالذات في شوية لاج دونا عن كل الاعادات، باقي الاعادات شغالين زي اللوز، ولكن هاي الاعادة فيها شوية لاج ما بعرف ليش، فبدنا نتحمل اللاج البسيط شوي. هاي اذا كنتم ملاحظينه اساسا. من الطرف الاخر مزاجي جي تي 1-2-3-4-5 ارمز ديلر، 5 معامل دبابات، وبدي الفاست رش على بكير من الجنرال باللون الازرق السماوي مزاجي جي تي. من الطرف الاخر اوكسجين اكيد لعب طيران جيش اليو اس اي اير فورس والفاست رش بدي، وجيوش الجنرال مزاجي جي تي على تقريبا بالمنتصف، اوكسجين بيبعت كينج رابترز لمساعدة حليفه مزاجي جي تي، حلو كتير. طبعا جازا صار بالنص، ما بعرف شو ناطر جنرال هيفي باللون الاصفر عم يلعب ميكس حتى اللحظة هي، وجازا يتقدم. جازا اخذ 2 اويل واعتقد راح ياخد 4 اويل. من الطرف الاخر مزاجي جي تي، خلونا نسميه جي تي لانه اسمه غريب شوي، ما حبيت الاسم، مع احترامي لك اخونا مزاجي جي تي. اوه هاي الحركة خطأ كبير، خطأ كبير جدا من هيفي، يا حرام عليك، يا حرام على الميكس، يا حرام يا حرام. اعتقد بده يعني اضعاف الوقت لحتى يرجع يطلع من هالخسارة يلي خسرة، ما انتبه للميكس وما انتبه للطيران، خسارات كانت كبيرة. لاحظ جي تي في المنتصف وهانيبال، جي تي وحيدا في مواجهة هانيبال واكزو، طبعا بالطيران موجود معه اوكسجين، خلينا نشوف اذا راح يساعده او لا. مزاجي جي تي حلو كتير يتقدم بجيش الكواد، خلينا نشوف اذا في حدا بلش اقتصاد. جازا على بكير بلش اقتصاد سريع جدا بهالجيم، جازا عم ياخد 4 اويل. ما بعرف هيفي شو عم يعمل، ما بعرف هيفي وينه، في هيليكس من اكزو حلو كتير، اعتقد هي رايحة على ارض جازا، مازال عم تلف هاللفة، حلو كتير. مزاجي جي تي باللون الازرق السماوي يتقدم الى المنتصف، وطالما انك اخد اويل، اخد 2 اويل وعم تشيلون اويلات، فهذا عمل رائع، هذا انجاز عظيم بهالجيم. مزاجي جي تي حركة رائعة واكثر من رائعة، انك تشيل اويلات من بداية اللعبة، الدقيقة الرابعة تقريبا، 3:46 شال 2 اويل، حلو كتير. لاحظ اوكسجين ماذا يفعل، اوكسجين يتسلل الى ارض الجنرال هانيبال، خلونا نشوف شو راح يعمل بهال الكينج رابترز. لاحظ اول وور فاكتوري
واول سبلاي حلو حلو استراتيجي سنتر. يا الهي ضربة موجعة من اكسجين على ارض هانيبال يلي صار عنده 1-2-3 وور فاكتوريز بس وشلوا الاستراتيجي سنتر. ما بقى في سيرش اند ديستروي عند الجنرال الاحمر هانيبال. ما بعرف ليش تيريك جازا براحته عم تحط بيكنز اعتقد. الهيليكس وصلت على ارض جازا حلو كتير. هيليكس من الجنرال اكزو على ارض جازا حلو كتير معباية ولكن لا اعتقد الى طريق. لا اعتقد في طريق. لاحظ الكواد ارض جازا مليانة كواد طبعا مش مكشوفة ارض جازا بالنسبة لاكزو. لاحظ الاعداد الهائلة من اكزو والجنرال هانيبال باللون الاحمر. فاست رش اسطوري صراحة. فاست رش باعداد رهيبة جدا من الجنرال اكزو وهانيبال. طبعا هانيبال موجود ورا على ما اعتقد ما بيقدر يقرب مدام انشال السيرش. اعتقد ما بيقدر بقى يتحرك افنجر. يعني كان لازم تحط الافنجر من بداية اللعبة طالما معك كشف. طالما كشف ارض اوكسجين وطالما عارف انه هو طلع طيران اكيد ما راح يطلع طيران على تشاينا انفنتري. اكيد ما راح يفوت طياراته على ارض تشاينا انفنتري. راح يفوتهم على ارضك اسهل له. فلو حاطت الافنجر من بداية اللعبة كان صار مجازر بطائرات اوكسجين. ولكن مع ذلك اكزو مثل ما لك شايف يعني بيكسر جبهة مزاجي جي تي جازا وهيفي. طبعا جازا لهلأ ما عمل شيء غير انه اخذ الاويلات ولعب اقتصاد جيشو جي ال اي ديمونيشن. لهلأ لحد اللحظة هاي ما ساعد حلفائه ولكن خلونا نشوف شو راح يعمل لانه مو من عادة جازا يلعب لعبة فردية بخريطة تواليت فليم. خلونا نشوف جازا اخذ النص بعد شوية جيوش ليساعد حلفائه. حلو بلش باصات وسكوربين وكواد. اعتقد كواد مطور بالاي بي بوليتس. نعم كواد مطور. خلونا نشوف من هون شو عم بيصير. هيفي حاطط جيوش اوتبوست هون. طيب خد الاويل. ليش ما عم تاخد الاويل؟ بامكانك تاخده انت واقف عنده. خلونا نشوف اكزو. يا الهي يعني ثلاث ارباع اللاج من جيش تشاينا انفنتري. واصل جيش خط من ارضه لارض لاعب اكسجين باللون الاخضر. حلو كتير. لاحظ الطيران مرة تانية. الطيران رائع جدا. اكسجين ضربة موفقة على جيوش هانيبال وهيفي يتحرك. هيفي يتحرك بجيش الميكس بيرجع لورا للأسف ما ضرب. لاحظ جازا في الوقت المناسب. على فكرة جازا في الوقت المناسب يتقدم الى جيوش هانيبال ولكن لازم تقرب الكواد شوي. الكواد اعتقد اقوى. ميكس حلو. اول ضربة من هيفي ضربة يعني موفقة نوعا ما. ضربة لا بأس فيها من هيفي. حلو كتير بيضرب جيوش جازا بيساعد حليفه ولكن جازا مثل ما عليك شايف عمل مجزرة بجيوش اكزو رائع جدا. او بالعكس اكزو عمل مجزرة بجيوش جازا. لقطة كانت رائعة. اخ بس لو ما في لاج بهالجيم صدقا مرة تانية. ما بعرف ليش في فوق ال 15 اعادة عندي. فقط هاي الاعادة عم تعلق. اعتقد لانه فيها كتير يونتس على ما اظن. سكود من مزاجي جي تي. حلو كتير. حلو حلو حلو. حرام على الاوت بوست. السكود في الوقت المناسب من الجنرال جي تي. وجازا يتقدم. طبعا جازا عنده انفاق اعتقد لهيك ما نزل. بيقدر يدافع عن حلفائه بسهولة تامة. طبعا بس دافعت عن حليفك اليو اس اي اير فورس فلا تخشى شيئا. طالما حليفك شغال وكان يو اس اي اير فورس فلا تخشى شيئا. يعني هو راح يستلم الاجواء وراح يمشط لك الطريق. واعتقد كل ما عليك فعله هو انك تدافع عنه. ولكن اكزو على عتاب. لاحظ الباث فايندر من الاوكسجين. لاحظ سكود ما اجملها. سكود خرافي من الجنرال جي تي. حلو كتير. الباث فايندر اجى بوقته. هذا خطير جدا ضد تشاينا انفنتري. خلونا نشوف هيفي شو عم يعمل. 7 دقائق من عمر هذه اللعبة وجازا ما زال في المنتصف. جازا ما زال يملك 4 اويل عم ياخذ له اياهم اكسو. طبعا هذا الصح خلص. ما بعرف ليش تركون هيفي نايم مع احترامي له. يعني من اول لعبة لهلا ضرب ضربة واحدة بس
كانت ضربة رائعة وأتمنى أنك تعيدها، وأعتقد عادة حلو كتير، حلو حلو هيفي في الوقت المناسب، في الوقت المناسب الجنرال هيفي، ضربة موفقة من هيفي على جيوش جازة. طبعا ما بعرف ليش ما كفى سيطرة، رجع حط له بيكن هيفي، أعتقد رسمالة بروباغندا سنتر وبلاك لوتس، ومبروك عليك الأويل، ولكن لحد اللحظة هاي ما حدا سيطر على الأويل غير جازة. خلينا نشوف جي تي يتقدم، كواد مطور على ما أظن، لا والله لحد اللحظة هاي ما طور الكواد، بعده ملتهي بالفاست رش حتى اللحظة هاي، ولا بلاك ماركت عند الجنرال جي تي، بالإضافة إنه ما في أويلات باث فايندر من الأكسجين. يا سلام يا سلام لو تحطهم بكومبات شينوك، يا سلام يا أكسجين. جازة وأكزو من المنتصف الأزرق والوردي، جيش جازة يتعاظم مثل ما لك شايف، وأرض جازة تتعاظم، بلش اقتصاد بشكل سريع جدا يا أخي، هاللاعب سريع كتير، سريع كتير في البناء يعني. خلينا نشوف هيفي باللون الأصفر مرة أخرى، الضربة الثالثة من الجنرال هيفي، هيفي يتقدم حلو كتير على دبابات جازة، ولا أجمل ولا أروع، هيفي هيفي رائع جدا، خسر طيارة طيارتين ولكن الأضرار جسيمة. كمان أعتقد أكسجين ضرب ضربته، لا والله ما ضرب، لف ورجع ما ضرب أكسجين، حلو كتير. الأوت بوست ما زالوا موجودين، ما زال واحدة منهم موجودة، والأويل ما زال بإيد جازة، وأكسجين ما زال في الهواء. من الطرف الآخر جي تي بجيش السكود والكواد، أعتقد جيش جازة صار مطور على الآخر لأنه معه فل اقتصاد، طبعا خلص ما في شيء بيمنعه، أوت بوست عم تضرب الأنفاق، جازة عشوي وراح يبني بأرض الجنرال هيفي، ما بقى غير هيك. جازة يتقدم، ما بعرف ليش هيفي سامح له وعطيها الأريحية، أرتلري من الجنرال الأصفر على أرض الجنرال جازة. خلينا نشوف، أعتقد راح يضرب البلاك ماركت، ضرب أول بلاك ماركت ما فنشوا. هيفي مرة أخرى، هيفي مرة أخرى بجيش الميكس، رائع جدا، ضرب الأويل، ضرب الأويل، شال وحدة أويل ولكن خسر طيران، عم تخسر طيران الجنرال الأصفر للأسف الشديد. ضرباتك رائعة جدا ومركزة جدا، ولكن الخسارات كبيرة جدا، الخسارات لا تحتمل عزيزي هيفي. لاحظ في شيء هون، هي طيارة دروب من هانيبال، خلينا نشوف هانيبال يعكس جبهة القتال ويتقدم لإنقاذ حليفه هيفي وأكزو. لاحظ جازة يتقدم، جازة يتقدم، جازة ضد ثلاثة مثل ما لك شايف، جيش الكواد المطور بجانك ريبير والديموليش والاي بي بوليتس، جازة وحيدا في الطرف الايمن من الخريطة. اين انت يا اكسجين؟ اكسجين القادم من بعيد لانقاذ جازة، حلو كتير باللون الاخضر، اكسجين يتقدم، اكسجين على اعتقد امبوش رهيب، امبوش رهيب من جازة، شال فيه الدبابات، نصف الجيش. تلاحظ سكراب الارض، السكراب الارض، بلاك لوتس متأخرة نوعا ما من الجنرال الاصفر. خلونا نشوف، حلو كتير، مغطي زوايا، نعم مغطي زوايا الجنرال هيفي باللون الاصفر، في شيء اعتقد في جارمين كيل، جارمين كيل لجازة بارض الجنرال هانيبال على ما اعتقد، لا والله بارض اكزو. خلينا نشوف في طيران، الطيران شال الور فاكتوري والباركس الاثنين يلي كانوا هون، حركة رائعة من الجنرال اكسجين ويعود الى ارضه. جازة اعتقد اخذ باور، على ما اعتقد جازة ايزي باور امام جازة. اين انت يا هانيبال؟ اين همفياتك يا هانيبال؟ خلونا نشوف، اعتقد راح ياخذ باور بتمام السهولة، سحب الدوزر، يا سلام اذا بيبني انفاق، يا سلام اذا بيبني انفاق. ميجز من هيفي، وين البيكن؟ حط بيكن لرفقاتك، ما انتبه على الدوزر على ما اعتقد. جازة معه باور، جازة يسحب الطاقة من ارض الجنرال هانيبال، حلو كتير، بنى قاعدة ونفق، نفق بارض الجنرال الاحمر. شو عم تستنى يا هيفي؟ حرام عليك يا هيفي، حرام عليك، ما شايف النقطة الزرقاء. خلونا نشوف اذا راح يلحق يشيل النفق، والله اعتقد ما راح يلحق، اعتقد ما راح يلحق، واذا بينبنى النفق راح يعمل مصائب. حط بيكن لرفقاتك، حرام عليك هانيبال، حرام حرام، انبنى النفق وجازة، جازة يفتح النفق،
جازا يفتح النفق طالع جيوش. حرام عليك يا جازا، حرام عليك، حرام حرام يا جازا حرام. بيصلح النفق حلو كتير جازا. لاحظ في ضربة، في ضربة من هيفي، ضربة من هيفي على جيوش جي تي وجازا. بوب أسطوري من جازا على الشنوك. لاحظ لاحظ جيش كواد، جيش كواد. أعتقد جازا خلاص دخل لأرض هانيبال. كان لازم تساعده يا هيفي، حرام عليك، كان لازم تساعد هانيبال. حاول يشيل النفق، هانيبال انتبع النفق وحاول يشيله، ولكن اثنين همفي كانوا غير كافيين لا يعني تدمير النفق. لاحظ حرام، حتى الدروب راح على الجنرال، الجنرال الأحمر هانيبال. لم يا جازا، لم ايزي ماني، حلو كتير. خلونا نشوف بيرجع برجوع هانيبال، بتنسحب جيوشه الى الوراء لانقاذ ما يمكن انقاذه. لاحظ ارض جازا الرهيبة والاقتصاد الرهيب عند جازا. لاحظ قديه معه مصاري، 15,000. خلونا نشوف اكسجين شو عم بيصير بارضه. طبعا جازا بارض هانيبال ما ننسى. خلونا نشوف جي تي شو في بارضه كمان. ماكس او هيفي عفوا، ما بعرف ليش عم بقول له، عم بقول ماكس ببالي، ماكس على فكرة عم بقول له هيفي. في لاعب اسمه ماكس معود يلعب باللون الاصفر، لهيك متعود على اللون الاصفر ماكس. لاحظ جازا، لاحظ الاعداد ولاحظ الكوادات بارض الجنرال هانيبال. هيفي يتقدم، حلو كتير، حلو اول كواد، حلو كتير بدفاع اسطوري وفزعة لا بأس فيها. حلو حلو يا الله، ضربة ميك ولا اروع من الجنرال الاصفر. ضربة ميك ولا اجمل، ضرباته رائعة يا اخي، ضرباته مركزة بشكل مرعب، ولكن ما بعرف ليش هيك عم يعمل ضرباته، ضربات لاعب محترف هيفي. ما بعرف يعني ليش عم يتأخر يعني، بس يعني انتقادي بشكل محترم طبعا للاعب هيفي. انا ما بعرفه شخصيا ولا بعرف مين هو، لعبه اسطوري وضرباته سوبر سوبر اسطورية واحترافية، ولكن في تأخير يعني، تأخرت بالأويل وتأخرت بالدفاع يعني، ما بعرف غريب جدا. جاز عنده نفق تاني حلو كتير، بوب مرة تانية من جازا حلو كتير، ما زال موجود بأرض الجنرال هانيبال. جميل جدا، جيش كواد فل كواد من جازا مثل ما لك شايف، وبياخذ السبلاي. خلاص جازا يستقر في هذه المنطقة، وأوكسجين يتقدم وجي تي يتقدم. أوكسجين إلى أرض الجنرال أكزو، طبعا هاي الحركة لحتى يساعد جازا لحتى يشيل الور فاكتوري وما يخلي دبابات تطلع عند جيوش جازا. أوكسجين يعود بطائراته الى ارضه، وجي تي ما زال يحاول التقدم. جازا ما زال بارض الجنرال هانيبال، حلو كتير، حلو حلو. بينزل لتحت هانيبال، اعتقد بحالة صعبة، ما في شيء، ما في دفاعات، ما في جيوش. وهيفي يتقدم من بعيد، اعتقد ضروري تشيل النفق كخطوة اولى، ما في غير نفق واحد عند جازا، اعتقد شلو الاول هيفي. حلو، انتراكس، انتراكس على ارض الجنرال الاحمر هانيبال، من اعتقد من جازا كمان على ما اعتقد، على ما اظن. ضرب له ارضه بالانتراكس عشان ما يطالع همفيز على ما اظن. حلو كتير، لاحظ ضربة مرة اخرى، ضربة مرة اخرى من هيفي، بيشيل فيها الانفاق، ولكن نفق تلو الاخر، نفق تلو الاخر. حلو كتير جازا، يا الهي يا الهي، الشنوك من جازا يلي اخذ باور رائعة جدا. هاي الحركة من جازا، شنوك، لاحظ الجيوش وسنيك اتاك، سنيك اتاك ايضا من جازا. اوه جازا موجود بثلاث اراضي، يا جلاد يا معذب يا جازا، يا معذب يا جازا. ثلاثة سنيكي، اول وحدة هون بارض الجنرال الاحمر هانيبال، وتاني وحدة بارض الجنرال هيفي، وتالت وحدة بارض الجنرال اكزو. ماذا تفعل يا جازا، ماذا تفعل يا جازا؟ يا الهي، الارض زرقاء بالكامل. هيفي هاز بين ديفيتد، واكزو هاز بين ديفيتد، وهانيبال هاز بين ديفيتد. يا الهي، هالجيم شالو جازا حرفيا بدون انحياز لاي لاعب. الحق يقال، الجيم شالو بالبداية جي تي، مزاجي جي تي واكسجين بالطيران، ولكن الفينيشينج كان لجازا. اتمنى انه كان جيم ممتع، اترك لنا رأيك بقسم التعليقات رجاء، وخبط الفيديو لايك، اتمنى انه يوصل ل 150 لايك لحتى نشوف الجزء الثاني من هالجيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.